رصد حالات انتحار كل عام تقدر ما بين 15 و25 طفل بينتحروا سنوياً في بريطانيا وحدها لأنهم بيتعرضوا للمضايقات. سلام. التنمر هاي الظاهرة المقيتة اللي تعتبر من أسوأ أشكال الأذية الموجهة بغرض الإيذاء النفسي، والإساءة فيها غالباً ما بتكون لفظية وأحياناً بتترافق مع بعض التعرض أو الاستعراض أو التهجم الجسدي، واللي غالباً بتكون موجهة نحو شخص أو مجموعة أشخاص بتكون قدراتهم أضعف للدفاع عن أنفسهم. ما ننسى النوع الحديث منه في هذا العصر اللي هو التنمر الإلكتروني، واللي ممكن نفرد له حلقة خاصة فيه. المتنمرين الموجودين في المدارس وأماكن العمل وحتى في البيوت بيختاروا أشخاص كهدف إلهم ليكونوا هم هدف التنمر اللي بيمارسوه عليهم، واللي بيكونوا أكبر أو أصغر منهم بالحجم وبيأذوهم لفظياً أو جسدياً. وواحدة من أهم الأسباب لهاي الظاهرة إنه المتنمرين أنفسهم كانوا في يوم من الأيام ضحية لهذا التنمر، مثل الطفل المتنمر اللي يسائله في المنزل، أو المتنمرين البالغين اللي تعرضوا للإساءة من زملائهم. وهدول بالذات بيكون إلهم شخصيات استبدادية مع حاجتهم القوية للسيطرة أو الهيمنة، ومنهم اللي بيستخدم التنمر كأداة لإخفاء العار أو القلق أو لتعزيز احترام الذات عن طريق إهانة الآخرين، بحيث يشعر المسيء بالسلطة. والعديد من الباحثين حددوا أسباب أخرى لهذا السلوك، مثل الاكتئاب واضطراب الشخصية وسرعة الغضب واستخدام القوة والإدمان على السلوكيات العدوانية وسوء فهم أفعال الآخرين على إنها معادية، والقلق على الحفاظ على صورة الذات والانخراط في أعمال الهوس أو العنف. وممكن التنمر يكون شيء اعتيادي عند الفئة العمرية الأكبر أو المرتبة الأعلى، واللي بتخليها بنظر نفسها متفوقة على المراتب اللي أقل أو دونا منها. لكن بيذهب المختصين إنه غالباً السلوك العدواني له أصل في الطفولة، لهيك التصدي للسلوك العدواني في الطفولة أمر ضروري لحتى ما يتحول لسلوك اعتيادي. وفي عديد من الأدلة البحثية اللي بتشير إنه التنمر خلال مرحلة الطفولة بيعرض الأطفال لخطر السلوك الإجرامي والعنف المنزلي في مرحلة البلوغ. أما آثار التنمر فهي خطيرة جداً، بل وممكن إنها تؤدي للوفاة، حيث إنه بعض الدراسات أفضت إلى إنه الأفراد سواء كانوا أطفال أو بالغين واللي بيتعرضوا باستمرار للسلوك التعسفي والعنف بيكونوا معرضين لخطر الأمراض المتعلقة بالضغط النفسي، واللي ممكن في بعض الأحيان بتؤدي للانتحار. وممكن إنه يعاني ضحايا التنمر من مشاكل عاطفية وسلوكية على المدى الطويل، وممكن يسبب التنمر الشعور بالوحدة والاكتئاب والقلق، وبيؤدي لتدني تقدير الذات وزيادة التعرض لهاجس الانتحار، واللي فعلياً تم رصد حالات انتحار كل عام تقدر ما بين 15 و25 طفل بينتحروا سنوياً في بريطانيا وحدها لأنهم بيتعرضوا للمضايقات. ولكن حتى ما نوصل لهاي المرحلة من التنمر ومن العنف ومن الأمراض ومن حالات الانتحار، علينا تثقيف الطفل بشأن التنمر، وعلينا تفهيم معناه لهذا الطفل ليصير قادر على فهم مواقف التنمر، سواء هاي المواقف حصلت له أو حصلت لشخص آخر قدامه. وما ننسى إنه بناء شعور الثقة بالنفس لدى الطفل أمر ضروري جداً، لأنه بيزيد من قدرته على التغلب على مواقف التنمر اللي بتعرض لها أو اللي بتعرض لها الناس اللي أمامه، وبيقدر إنه يرد عليها. كمان التربية السليمة للطفل وتوعيته بطرق التعامل مع أصدقائه والدفاع عنهم لما يتعرضوا لمواقف مثل هيك. ضروري مراقبة تصرفات الأطفال دائماً، ومنصات التواصل الاجتماعي اللي بتواجدوا عليها باستمرار، ونشوف إيش الأشياء اللي بتفرجوا عليها وإيش الأشياء اللي بسمعوها. ولازم علينا دائماً إنه نسمع لأطفالنا ونهتم بمشاعرهم ونسألهم عن أحداث يومهم اللي مرت عليه في المدرسة أو في البيت أو حتى في الحارة مع أصدقائه.
أما العلاج النفسي للتنمر فبيأكد أطباء علم النفس إنه الأطفال اللي بيتعرضوا لخطر التنمر عبر الإنترنت بيكون له أضرار نفسية كبيرة، لأنه التنمر الإلكتروني يعد الأكثر ضرراً لأنه منتشر وبشكل يومي وبشكل سريع. لهيك من المهم تقديم العلاج النفسي للطفل اللي بيتعرض للتنمر، وبتمثل هذا العلاج تقديم المساعدة له، التعرف على مشاكله والتعرف على مشاعره المتعلقة بالتنمر، ولازم يعبر عنها ويحكي إيش هو بحس تجاه هذا التعنيف، وتعليمه مجموعة من المهارات الجديدة اللي بتفيده في التغلب على المشاعر المرتبطة بالتنمر، وإعادة بناء احترام الذات وتقديرها لدى الطفل، وتعزيز الشعور بالتفاؤل والثقة بالنفس. ظاهرة التنمر من العادات السيئة اللي ظهرت في مجتمعاتنا، واللي بيعتبرها الكثير من الناس طريقة للمزح والضحك، إنهم هم بيضحكوا على أصحابهم فبيتنمروا عليهم، لكن هم فعلياً ما بيدركوا مدى الآثار النفسية والبدنية السيئة اللي بتسببها هاي الظاهرة في أي إنسان مهما كان طفل أو بالغ. لهيك لازم نربي أولادنا تربية منعزز فيها ثقتهم بأنفسهم لحتى ما يكونوا أشخاص متنمرين مثل غيرهم. ما بدنا ننسى إنه حتى الأشخاص البالغين لما منتنمر عليهم، حتى لو كانوا لحالهم أو بين مجموعة من الناس، من باب المزح ومن باب الضحك، وإنه هذا شيء عادي إنه إحنا بنحكي مع أصحابنا فإحنا ممكن نعيب عليهم بطريقة كلامهم أو شكلهم أو لبسهم أو في أي شيء آخر، هذا إله آثار سلبية كبيرة لا تعد ولا تحصى، وممكن تخلي الإنسان عدواني وبيعاني من أمراض نفسية بصير علاجها أحياناً صعب، وممكن هاي الآثار تمتد لآخر يوم بحياته، وممكن هو نفسه يصير شخص متنمر ويقابل الناس بالعدوانية والعنف والسلوك الغير سوي. لا تنسوا تتابعوني في برنامج جدل عبر شبكة منصات اللي لينكاتها موجودة في أسفل الشاشة. سلامات.
Thank you.